يتعين علينا الآن وأكثر من أي وقت مضى تكثيف جهودنا المشتركة لإنقاذ حل الدولتين في سبيل إعادة الأمن والاستقرار وإرساء السلام في منطقتنا. إقامة الدولة الفلسطينية هو شرط المملكة العربية السعودية للمضي قدما في هذا التطبيع. إننا نعيد التأكيد على مطالبنا الثابتة بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتفعيل آليات المحاسبة وإنهاء سياسات الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي هذا الإطار تجدد المملكة دعمها لوكالة الأونروا وتؤكد على أهمية دورها الحيوي خاصة في ظل الممارسات الإسرائيلية التي تعرض عملها والعمل الإنساني كافة في الأراضي الفلسطينية للانهيار. And for giving them to a political solution demonstrated by this. The two-state solution is the internationally agreed framework. UNRWA is an intrinsic part of a successful and fair transition. The agency's most striking advantage is in education and primary health care. In defiance of the rulings of the international. These bills are not only against UNRWA. ويسرق الان كفاءه 27 زي